إلى انتهاكات كيان الاحتلال بحق الصحفيين الأجانب. نطالع من صحيفة جيروزاليم بوست العبرية اتحاد الصحافة الأجنبية يقاضي شرطة الاحتلال. التقرير للصحيفة تقول إن اتحاد الصحافة الأجنبية في دولة الاحتلال تقدم بعريضة للمحكمة العليا ضد قوات الأمن الإسرائيلية بعد أن استخدمت ممارسات عنيفة ضد الصحفيين الذين حاولوا تغطية الانتهاكات التي شهدها محيط المسجد الأقصى المبارك مؤخرا. تقول جيروزاليم بوست على موقعها الإلكتروني إنه وخلال الأسابيع الماضية تم منع الصحفيين المحليين والأجانب من تأدية وظائفهم بعد حظر دخولهم إلى المناطق التي كانت تجرى فيها هذه الأحداث. وشدد اتحاد الصحافة الأجنبية في عريضته وفق جيروزاليم بوست على سعيه لإنهاء هذه الممارسات العنيفة ضد الصحفيين، مؤكدا رغبته في ضمانات من شرطة الاحتلال بعدم عرقلة الصحفيين أثناء تأديتهم عملهم والسماح لهم بتغطية الأحداث الإخبارية بحرية وأمان. وصف اتحاد الصحافة الأجنبية هذه الممارسات بأداء مخزي من جانب شرطة الاحتلال، مضيفا أنه برغم هدوء الوضع في الوقت الراهن ورضوخ قوات الأمن العبرية والسماح للصحفيين بالدخول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، فإنه طبقا للتجارب السابقة يتساءل اتحاد الصحافة الأجنبية كم من الوقت سيمر قبل أن تفرض دولة الاحتلال قيودا مجددا على الصحفيين. أشارت إلى أنه وبحسب الصحفيين المحليين والأجانب فإن المعاملة العنيفة من الشرطة الإسرائيلية ليست جديدة، مؤكدين أنها تتم ومنذ سنوات، بينما يحتج ممثلو وسائل الإعلام واتحادات الصحافة لدى الشرطة والسلطات الأخرى ويحصلون في المقابل على وعود لا أساس لها. تؤكد أن فرق التصوير وصحفيي الفيديو لا يزالون يتعرضون لتحطيم معداتهم، بينما يتم ضرب الصحفيين وإصابتهم من قبل قوات الأمن الإسرائيلية، بعضهم ينتهي به الحال إلى حالة حرجة. تلفت جيروزاليم بوست إلى منع الصحفيين مرارا من دخول البلدة القديمة بالقدس المحتلة، مشيرة إلى أنه في حال السماح لهم بالدخول فإنه يتم منعهم من التوجه نحو المسجد الأقصى المبارك برغم أن السياح يمكنهم الدخول بحرية. تقول الصحيفة إنه إضافة إلى ذلك فقد عانى صحفيون من إهانات لفظية وجسدية على أيدي السلطات الأمنية دون أي رد فعل من حكومة الاحتلال.